ما قصرت فريق بسمة خير الطوعي إيه وعبائها على الحفل هذا من المبادرة اليوم العالمي للتخضر، وما قصروا جزاهم ألف خير على هذه التجمع وعلى هذه المبادرة في مدرسة الورش التعليمية لليوم العالمي للتخضر. هذه الاحتفالية اليوم العالمي للتخضر في مدرسة الورش التعليمية بنين. نشكر كل من شارك في هذا الحفل ولهم الأجر والله، أبنائنا اللي فيهم المرض التوحد وفريق بصمة خير التطوعي مهدى الفاروق والفريق أعضاء الفريق الكل شاركوا، ومدير المدرسة والعاملين والمعلمين والمعلمات والإدارة ومدير المدرسة. الحمد لله شفنا منهم كل ترحيب وما قصروا. استاذه هدى فريق بصمة خير التطوعي اعطوني موزه بعد، واحسن ضيافه والله شفناها منهم. بس هذه